هذا رميز بينهم الزيت طول الحسين الفريزي من انتاج اللبن بتاعي. لا انا اشوفه مطلوقة على فكرة الطول بتاعها فريزي من ايه؟ بعد ما تعبت هو اللون توزيع لون ده يا ممكن من خلال اللون جبهة الرأس من لون الجبهة في الهولشتاين بيبقى الجزء الابيض كبير او انه مغطى راس كله ماشي في الفريزيا بيبقى مثلث مقلوب صغير اللون كده يعني لو بصيت طلوع اهوت وطلوع جنب على طول هذا صغير ده الهولشتاين وده فريزيا ده الهولشتاين ده الهولشتاين اللي بنصوره ده الفريزيا وده الفريزيا يبقى المثلث الصغير في الفريزيا طب صور واحده مع المؤدب ده مش المؤدب